بداية اسمحوا لي أن أقدم الشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات. كما توجه بالشكر لمعالي علي محمد بن حماد الشامسي رئيس مجلس إدارة الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة على هذه المبادرة الإنسانية، وأشكر جميع الموظفين القائمين على هذه المبادرة والشركاء وخاصة وسائل الإعلام. يسعدني أن أعلن عن قرار تمديد مهلة مبادرة أحمي نفسك بتعديل وضعك لمدة 30 يوم حتى تاريخ 1/12/2018، ولا نخفي عليكم أننا واجهنا في بداية الحملة بعض الصعوبات التقنية، وقمنا على إثرها بجولات تفقدية، واتخذنا الإجراءات اللازمة لحلها وتنفيذ المبادرة على أكمل وجه. جاء هذا القرار لمنح فرصة أخرى لمن لم يحالفهم الحظ بالاستفادة من المميزات الغير مسبوقة التي تتيحها المبادرة، وحتى لا نبقي أي عذر للمخالفين لعدم تعديل أوضاعهم والالتزام بالقوانين، وذلك انطلاقا من توجيهات القيادة الرشيدة للدولة ببذل كل جهد ممكن للتيسير والتسهيل على كل من يعيش على أرض الإمارات ويحرص على أن يكون فردا صالحا في مجتمعنا. ويمكن أن ألخص أسباب التمديد فيما يلي: الإقبال الكثيف من قبل المخالفين الراغبين بالاستفادة من المهلة، وتعويض الوقت الذي أهدرته بعض العراقيل التي واجهت الأنظمة التقنية في بداية المهلة، وتشجيع المترددين على الاستفادة من هذه الفرصة الثمينة، وتأخر السفارات في بعض الدول من استخراج جوازات السفر لرعاياها. وننوه بأنه يجب على المواطنين وجميع المستثمرين الالتزام بقانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة، وأؤكد هنا على أن الدولة لن تتهاون بعد انتهاء المهلة في تطبيق القانون واتخاذ إجراءات حازمة بحق كل من تسول له نفسه الاستمرار في المخالفة. وستقوم الهيئة بتنظيم حملات تفتيشية وملاحقة مكثفة لضبط المخالفين وتطبيق القانون والعقوبات المنصوص عليها بحقهم، بما في ذلك الغرامات المقررة عن كامل مدة المخالفة، فضلا عن الإبعاد عن أرض الدولة.